السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن، جايب لكم اليوم فيديو لأبو داحم الدحمان البطل المغوار، نكمل فيه المسيرة ونشوف وين نقدر نوصل اليوم. فأول شيء نبي نسويه إنه ما أدري إيش طاقتي ناقصة، فنبي نمشي الوقت ونبي نشتغل على الحدادة شوي، ونبي نشتغل على الكمبانيون مالتنا رفقائنا، كنا نكبناهم لفترة طويلة، فنبي نشوف شلون نقدر نوصل هذه حاكم أمبريلا اللي إحنا محتلينها، يبي يشوفون منو ياخذها. فنبي نشوف احنا ايضا في هذا واحدة من الاراضي ظاهر راحت. فاول شيء نسويه ان نشوف المنكوبين، عندنا في الكلان عدة اشخاص منكوبين، بلاغ بريزنر ات سارجوت، اوكي هذا برازي قاعد ما عنده شغل، هذول الثلاثة ويانا، عندك فيلترود تيناب وكيلا. تيناب هي الوحيدة اللي عندها فريق، فنبي فيلترود كيلا ويا ميلدير ايرون بيلي نبي نجيبهم لنا، فنسوي الحركه اللي هي نضغط عليهم ونخليهم جوفرنر، بعدين يعني نكنسلهم كلهم، وراح نلقاهم اكيد اذا ردينا حق المدينه راح يقولك ترى لقيناهم في المكان نفسه. ف تيك هيرو تو بارتي. فاللي نبي نسويه اليوم يعني نبي ناخذ البارتي اكيد، نبي نزيد يعني بندرب الجنود اللي عندنا وهوخكاهم تحت هذولا، فنعطيهم الحركة هذه ونشوف 87 من 132. فعندنا القادة اللي نبيهم هذولا المحاربين عشان نقدر نشتغل في السميثي، هو في هدف دائما أول ما نبتدي لازم يكون في خطة في هدف. فهدفنا اليوم يعني أن نبي بنفس الوقت اللي نفكك فيه نبي نسلح ربعنا ونخليهم بأفضل العتاد والسلاح عشان نقدر نهاجم فيهم ونخلي كل واحد مستلم جيش. يعني في خطه، في لعب حلو ان شاء الله ويحوز على اعجابكم. ندور لنا بس شيء يسوى التكسير، هذا يمكن يسوى التكسير، نكسره ونشوف يعني نرفع ليفل ابو داحم، لان تبي تكسر اهم الاشياء ابو داحم بس عشان يرتفع ليفله، لانه هو اهم واحد يبقى في الجيش حتى مع الرفقاء هذول، عندنا منهم كميه كبيره. بس نبي الذهبي اللي هو الفاين ستيل، اعتقد ان في مجموعه هني فوق، مو اذا حتى لو ما في يعني نكسر من هذولا. وتعلمنا لنا اشياء اضافيه، نبي نروح حق اروى، عندنا فحم كافي فنقدر نكسر فيها بسرعه، وعندنا بعدين نروح حق هو، صاروا مجموعه كبيره ربعنا. فلو تلاحظون قاعد نطور في السيف، فنبي نكسر الحين في الفاس ونكسر في اشياء ثانيه، الأشياء الصعبة أهم شيء، الأشياء الصعبة اللي نبي نكسرها. فهذه 40 بس إنه ما عندنا فحم، أوكي. فنسوي الحركة اللي نروح لأبو داحم ونعطي على الثانية، بعدين نروح حق منو عنده طاقة هذه، نسوي الحركة هذه بحيث إنه يعطينا 3 فحم بدال لا يعطينا 2 بـ1. فالحين عنده 34 سمنة فيقدر يكسر أشياء ثانية، ويعني نفتح لنا أشياء إضافية حلوة. فعندك ايرون بيلي من زمان ما كسر ليفل 15 اخر مرة خليناه فيه، وعندك فيلترود ندور لها شيء تكسره يسوى، ستيرجن لانس من الاشياء الغالية، اهم شيء انك تكسر اشياء تسوى عشان تقدر تستفيد وتاخذ لك يعني ليفلات فيهم. فهي جيند ليفل فيلترود، وكيلا بعد ممكن تقدر تاخذ لها ليفل اذا كسرت الفرانسيسكا ولا الفولج. الفولج سلاح قوي لكن احنا ما نحتاجه، فنبي نستغله للتكسير. فالحين مرينا على ربعنا كلهم المنكوبين والله نكبناهم لفترة طويلة. تو هاند عندنا الخمس نجوم، نبي البايك اذا في خمس نجوم بايك، في خمس نجوم بايك زين، هذه ما عندنا خمس نجوم زين، شنو عندنا؟ ما كلها واحدة، ما ادري شنو هذه، نان اصلا، فهذه ما عندنا، ما نقدر نصنع بسبب المهوجني ما عندنا منه. افا يوم استرست، بس انه هاردوود، يحتاج هاردوود عشان كذا مو شاب. اوكي عندنا هاردوود، خلنا نريح هذا، ما ادري ايش السالفه اللي طالعك لي، بس اتوقع ان السلاح عندنا يعني نقدر نطلع لنا واحد منهم. فبس بننتظر شوي نريح ونبي نشوف اذا نقدر نسوي لنا بايك، لان الشباب من زمان وهم يطالبون يعني بايك ولا باي سلاح نقدر نصنع بنفسنا،
فالحين أعتقد الون هاند نقدر نسوي ون هاند ليفل عالي يعني على الأقل أربعة ممكن، لا والله حتى أربعة ما نقدر. شنو عندنا نقدر نصنع منه شيء عالي الليفل؟ التو هاند لا، أبي بالتير خمسة، نبي نروح على التير خمسة ونبي نشوف شنو اللي نقدر نصنع من التير خمسة. حلو الأكس لا أبي لي شيء عالي، البول آرم زين حلو، نقدر ناخذ البول آرم هذا، نقدر ناخذ هذا أي ليفل، عطنا ليفل اثنين على الأقل. هذا عندنا ليفل أربعة، هذا عندنا ليفل اثنين، ف يعني الأرقام اللي تشوفونها ولا شيء بالنسبة للأسلحة، بس إنه نقدر يعني نصنع لنا شيء نجربه، بس إنك إذا صنعت الأشياء تقدر تفتح يعني تقدر تطور على طول، فعشان كذي لازم إنك تصنع وتفكك عشان يعني صنعنا السلاح قبل شوي وتعلمنا لنا حركة، فهالسبب يعني الناس يصنعون الأسلحة اللي يبونها، فإذا فتحت شيء تقدر تصنع شيء في البايك تقدر تطلع الأسلحة اللي في البايك والميزات اللي في البايك الباقية، فهذه أسهل حركة يعني. هذا أبو داحم ما يقدر، فنبي نحط حق حطنا خمسة ليفل خمسة وحطنا ليفل خمسة وحطنا ليفل خمسة وباقي النصل بس اللي ما عندنا ليفل خمسة، عندنا يمكن ليفل ثلاثة، إيه عندنا ليفل ثلاثة، فنقدر نحط هذا 218 الصعوبة. السميثنج أربعة عندها، تقون كم يصير الماينس؟ أوه زادت واحد، والله كفو يا أروى، والله كفو. فطلعت لها سلاح بعدين تفككه. فالحين بنروح حق التريد، نبي نشتغل على أغراض ربعنا يعني ما اشتغلنا عليهم من زمان، فنبي نشوف الميزات اللي عندنا، فندخل على كيلة مثلا ونشوف الفاليو بعد الأغراض اللي عندنا. كيلة عندها 11 الخوذة، هذه 46 كأنها أحسن من درع أبو داحم. أبو داحم 40، أبو داحم 40، فإذا لبسناه كنا الخوذة مو شيء، طع خشمة كنا صار خشمة طويل بسبب العمود اللي حاطين هذا، يعني حامين خشمة ولا انزين احمل عين ولا شيء، سكر الحاجز هذا حامين الخشم، وهذا يعني يغطي اللحية ويعدل، بس انه يعني كأنه اوفر يعني ما تشوفه ابو داحم، ما تفرق بين ابو داحم ولا الاقرع، اثنين هم ما يبينون الاقرع، اقول يمكن يطلع خشمة من على جنب لانه خشمه معوج وطويل فيمكن يطلع برا، بس ابو داحم يعني ما تدري هذا ستيرجن ولا لا 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 لا، نبي رده مثل ما كان، رده مثل ما كان. ايه طالع زين ايش حالاته، لا هذا الدرع الصح، هذول ناس نيزل هلم اوفر امبريال ميل، هذا اللي يفهم اللي حاطه يفهم. فنروح للفاليو حق ربعنا، يمكن ايرون بيلي موجود صح؟ وين ايرون بيلي وينه؟ انت البس هذا، انت البس هذا. كم درعك انت؟ 16 ولا لا منكوبين حيل هذول. زين البس هذا بعد، البس هذا خلنا نلبسهم دروع، ولا متى اخر مره حرصنا عليهم؟ 16 شنو اللي ناقصك الحين؟ ناقصك كتف ورجول. حلو نبي كتف، عندك هذا 16 18، في احسن منه هني؟ لا، فهذا 16 18، وعندك يعني الحذاء يحتاج حذاء افضل، ساق درع ساق حلو، فهذا على الاقل شيء من شيء يعني، حتى درع وورن كايت ولا زين، عندنا درع زين يستاهل، والله يستاهل ترى ايرون بيلي يعني كاسرين فيه بما فيه الكفايه، عطوا درع قوي، عطوا درع قوي. وين السيف؟ قايل لكم نبي نحرص على ربعنا، لازم يعني ربعك انك تحرص عليهم ولا انهم يزعلون، فشيء طبيعي هذا. ستبو بعد ما عنده شيء، عندنا بو زين سمبل شورت بو عطه، رينج اروز اوكي، رينج اروز زينه، هذا يخترق اعلى. البودكن ما عندنا بودكن، عندكم بودكن؟ ستاكت بودكن يعطه، يستاهل 300,000 ندفع عليك يا ايرون بيلي، بس تستاهل الطيب. يلا فنبي نروح حق فيلا ترود بعد، فيلا ترود شنو سلاحه؟ البو والفاس، الفاس سمبل. حيل مهملينها، عطوها هذا. شنو بعد تبين القوس؟ حلو،
ودروع القوس، وين القوس مالك؟ هذاك حطوها تستاهل. في ستاكت بودكن للحين، في بودكن عاديين، اوكي عطوها بودكن وعطوها هذا بعد عشان يزيد تزيد السهام اللي عندك. وخلنا نروح حق الدروع، الدروع تحت هذا نعطيك اياه عشان تغطين بعد محرمه طالعه كذي لازم تغطين. عندك بعد 32-12 حلو عطوها، هذا درع 25، وعندنا بعد يمكن درع افضل درع الكتف 18. هذا ليش ما اعطيناه اسمه؟ ليش ما اعطيناه ايرون بيلي؟ لانه يبقى ايرون بيلي يعني فما يستاهل. شنو بعد تبين؟ تبين الحذاء كم اللي عندك؟ 17-25 هذا، فعطوها حذاء 24. في حذاء احسن عندكم؟ لا ما في. فتدرعت الحين، يا سلام اي هذا الدرع، يعني لو تقارن قبل وبعد تشوف الفرق الكبير. هذه مره واحده جايتنا بسيفها. ولا ما اعطيناها شيء، يمكن ركبناها حصان بس. لا طالع اولد سمتر، اولد سمتر يعني تدري شنو؟ وين عطنا بالفاليو اولد سمتر يمكن يصير تحت هذا، يعني لاي درجه ضعيف. حطني شوف شلون يطلع بالفاليو. شوف كاهو 24 متعادل معه، مع ان هذا 62 يعني، بس انه يعني 62 لو تشيلهم راح يزيد سعره ولا شنو؟ لا شو ف مكسور هذا مكسور هذا. فتعال نجي اول شيء عطنا الخيل بالفاليو. تقدرين تركبين حصان يسوى، تقدرين تركبين الديزرت هور صح؟ عندنا 200 حصان ومستخسرين عليك، نعطيك السادل هذا ولا حتى السادل هذا بعد. السادل هذا على من السادل ابو داحم؟ لا نفسه. لبس هي تستاهل. لا شباب من اللي مهم الرابعه كذي لهالدرجه؟ ما يصير لازم نهتم فيهم اكثر. وما تعلمونا بعد انتم، هذه عادي لانها مغوليه فعادي انها ما تغطى بالشكل الكامل. لا ميلار هذا احسن من اللي عندنا اللي ماخذينه منها، احسن من هذا قطه برا. حلو ففيلا ترود خلصنا منها. الحين هذه تعدل درعها حاليا، يعني طالع من فوق اول شيء. الحين باقي الايدين 25، هذا ما عندك شيء احسن منه. 22 اوكي لبسها اليد، درع اليد. وبعدين عندنا الحذاء، نحتاج حذاء عالي، اعلى حذاء 24، ماكو مشكله عطنا اياه. زين بعدين نبي نشوف سلاحك، شنو سلاحك اللي تستخدمينه. بس اول شيء نسويه نروح على السالفه هذه ونبيع هذولا. اوكي نجي بالتايب ونبيع الكميه هذه اللي عندنا اللي ما داني انها تكون وياي لانها بس حمل زياده. فللحين عندهم فلوس فنعطي باي كوانتيتي، نبي نشوف بالعدد. فنبيع المجموعه هذه، الحين قاعد يدفعوا لنا يعني تعدينا الحد اللي يبونه، فنبي نبيع بكميه بس. هذول نبيعهم بكميه فحلو، يبقى لنا 14 من هذول وناخذ 9000، ناخذ فلوسهم من كثر ما عندنا اغراض نبيعها عليهم، ناخذ من فلوسهم بعد. فا اوكي ماكو مشكله، سلحنا رب عتادهم. حلو فهذا شيء مهم. الحين نقدر نشيك على ميزاتهم اصلا، يعني شي وولف طالع عندها 1 هني، 7 هني، 5 هني، 2 هني، مخلينها تاجره وهي محاربه. ف يور بروفيت صار مارك. هذه المفروض نطقنها قبل قبل لا نرسلها، بس ما عليه. الحين هذولا قلنا يعني ما راح تفرق، بس ان نبي نشوف هي تو هاندد ومشات، فما تصلح ان نعطيها حصان. ما ادري ليش ما اعطيناها حصان. عطها فوق وهني نزل تحت. زين بس ان ترى قاعد اشير هني. ف ايش رايكم انتم في الخط؟ اي خط تتبعون انتم في التطويرات هذه؟ انا اشوف لان التطويرات اضافه، اهم شيء عندي طقيت الاي هذا لانه شغال على طول واضمنه، فتلقاني حارس عليه اكثر. فنلف على اوه عندها بعد ليفل هني و2 ولا هذا 200 قاعد تعلم للحين، فنعلمها
نخليها مقاتلة، نخليها مقاتلة وفارسة. ف إذا أعطيناها هني هذه موصل 100 حدها 70، ولا نخليها مقاتلة مشات، لأن المشات إحنا ننكبهم واجد، فنبي ناس ننكبهم بعد زيادة وياهم، خصوصا أن يعني بارتي ممبر يرفض تروبس كنتو بيرسنت مور هيت بوينت، يعني حلوة الميزة هذه فنبيها تكون لها. نروح حق تيناب، تيناب ما لنا شغل فيها، هذه طبعا شلون تدرعت. ففيلا ترود، فيلا ترود عندها 4 تطويرات هني، نروح فوق الخط اللي فوق كله. وفيلا ترود ميزتها البو اللي عندها، وعندها بالميديسن تعلمت انكريز كاركتر هيت بوينت، فنبي هذه، ونبي ايضا عندنا هذه ما تفرق. ف يعني عندها نقطتين تقدر تحطهم، ممكن نعلمها زياده في البو. طلع وجهها شلون، ايش فيك كذا زعلانه؟ التفت عليها طلعت ضايق خلقها، اوه بو تبين هذا زين، كانت تحسن تغير وجهها كل ما ضغطت على دقمه ثانيه. اي هذه خلاص، هذه اوكي تعلمي الحين، هذول 5.6 وراح نحط رقم 2 اوكي. فنب ندخل على الحين انا هايد عندنا، وعندنا بلاك لا ميليدير ايرون بيلي، ايرون بيلي بناخذ الخط اللي تحت، يعني كذا نوزع حالات الناس يغيرون كل شوي، ما عنده اي تطويره ما تطور، هذه نبناخذ الخط اللي تحت بعد كله، كل الخط اللي تحت. وعندنا هذا نبناخذ واحد فوق واحد تحت، لازم كذا تشكل حالات، يعني التغيير في الحياه دائما يعطيك نتائج ايجابيه، فاذا قعدت على نفس التكتيك ونفس الحركات تتعب يعني في الحياه بشكل عام، الا اذا كنت قاعد تلعب يعني دفاع ولازم تلعب دفاع. فالحين خلصنا من الموضوع المهم اللي هو ان نجند ربعنا ونسلحهم ونعطيهم كل شيء، فالحين جنودنا حابيننا ومريحين، نبي نرتاح حق السميثي. وتجي مساله السياسات، فانا بنروح على الكينغدوم يبون يشوفون من ياخذ امبريلا، نعطي فايبون حاليا، بس اننا بنسوي لنا شغله. شنو نبي نسوي؟ نبي نروح على البوليسيز، ونبي نروح حق الرويال كوميشنز، لا نبي نروح حق الرويال بريفليج، اي هذه 13% اللي يدعموننا، بس ان تخلينا نقدر نرفض قراراتهم، هذا راح يكلفني 1500. حلو، باقي لي 300 نقطه في الانفلونس، فهذه خلينا نرفع القرارات. وفي ميزه ميليتري كوروناي ان ندفع فلوس زياده على عسكرنا، بس انهم شنو يجيبولنا 20% انفلونس زياده، فنبي نزيد الانفلونس حقنا في الحرب، فالمعارك الميليتري اتشيفمنتس الانجازات الحربيه تجيب 20% انفلونس زياده، وهذا اللي نبيه، لان احنا اعتمادنا وين رايح ابو داحم؟ انا حاطك هناك، ايش فيك طلعت هنا؟ يلا يلا ما عليك، تعال تعال حق سنيوبيا، اصلا احنا بناخذ دياتما يعني ما فيها ماكو مشكله، ماكو مشكله ابو داحم كيفك. مزهدان، مزهدان كنا فوق صح اللي هني او هني تقريبا كاي. اوه ابو داحم توهم حاربينها، توهم محتلينها ولا شنو؟ منو اللي حاطينك تلك اونر في مزهدان؟ انا داري عطها بليثور، يستاهل، يستاهل ولدنا. احنا نبي نجمع بس النقاط هذه، عندنا 18 يجينا في الدور، بس ان نبي نجيب الزيادة، نكنسل الجيوش اللي حاطينها، ونبي ندخل على سنيوبا، لان بندخل من المنطقة هذه بناخذ دياتما واحنا رايحين. مزهدان والمناطق هذه لاحقين عليها، بس اهم شيء انه ننهي شغلنا اللي نبيه ونكمل جيشنا. فتشوفون هنا يعني في ناس، يعني في واحد بينضم الهورس آرشر، فهذا إضافة حق الجنود اللي عندنا. وبنفس الوقت عندنا يعني التريد، نقدر نشوف إذا عندهم، إن البنية اللي عندنا الجديدة تحتاج أسلحة، فعشان كذي نحتاج 200 و 100 نعطيها، فنروح لها ونعطيها 200 ويا 100 و ولا اعطيها دول بليد، تقعد تشيلهم سلاحين، عرفت؟ سيفين، ما يصير ها؟ يعجبك لو يصير سيفين كذا تروح تقاتل فيهم سيف وسكين. ف 200 عجل، ما عندك شيء يعني رمح ولا بولار ولا شيء، لا خلاص خليك على الدروع هذه. بس وين نبي لنا درع اسوه، فنعطيها درع من هذولا
ونجي حق الأغراض الواجد اللي عندنا المسبب أصلا زحمة ونبيع كمية منها، لأن هذه الأغراض يلقيت لا 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 رحت بعيد أنا، رجع رجع رجع. هذه الأغراض يعني تنفعنا. تعال أقدر أعطيها بعد شيء ثاني صح؟ نزين نبي نروح حق الأسلحة، وينه هذا السلاح هذا السيف؟ فنعطيها السيف هذا الأساس وهذا التوهاندر في السلاح الثاني. اللي كنت بقوله يعني إن نقدر ناخذ نقدر نشتري نقدر نتاجر في الأغراض بعد ما يعني نشوف الأغراض اللي عندهم هني ونشوف شنو اللي غالي سعره. يعني مثلا هذا 9 عطنا 700، فعندنا مجال الحين من كثر الخيل اللي عندنا. ما عليه، ذا تريدر دازنت هاف انف ماني، ماكو مشكلة. عندنا مساحة الحين، المساحة هذه تخلينا نقدر نتحرك على الأقل أكثر. نبي نروح حق ديات ما فوق، فروح لها بأي طريقة تقدر تروح لها. أهم شيء إننا نبي نوصلها، نبي نشوف شنو نقدر نسوي. فعندك البارتي مثلا، شوف التشكيل اللي عندنا. اللي قلنا إن هذه اللي هي كيلة راح تكون مع رقم واحد، وعندنا أيضا بسنية راح تكون مع رقم 2 ولا رقم 4، خليك رقم 4 بسنية لأن عندها حصان، معطينها حصان. فعندنا أيضا فيلاترود راح تكون مع رقم 4 مع رقم 2، وايرون بيلي انت رقم واحد. اوكي ما لا تطالعني تقول والله عندي سهم، لا لا انت اول واحد تموت، ضروري انك تموت بالمعركه عشان نفوز. هذه من الاساسيات يعني من بدايه اللعبه، اذا مات ايرون بيلي نفوز في المعركه. ف يعني لازم ننتحر فيك بكل معركه. ونقدر ايضا بنفس الوقت نجيب لنا جنود، نجمع لنا جنود ثانيين يساعدونا في المعركه. هذا يكلف 24 انفلونس، ف يعني راح ينفعنا اكيد. ونقدر نبني السيج. لو تلاحظون هنا في ثلاثه، واحد من الشباب قال اذا طلع لك ثلاثه بدال الاربعه اضغط ليف وبعدين سوي سيج مره ثانيه، وحاول ان تنجح لك لين تضبط، يعني لين تصير اربع سيجات. ف مثل ما تشوفون يعني انا اول مره اسويها على طول كلمني كتب لي التعليق وجيت اجربها، فطلع ثلاثه سبحان الله. فحطيت طلعت ودخلت طلعت ودخلت وقدرنا نفتح السيج، نزيد العدد. فالحين نقدر نجيب بعد رايه ثانيه لان اتوقع انه راح ياخذ شويه وقت. فمنو قريب ثلاثة ايام يوم و12 22 ساعه ممكن راح ياخذ، ممكن راح نحتاج الوقت هذا كله. 10 انفلونس ياخذ، فما راح يكون غالي حيل، وبنفس الوقت نقدر يعني نتعامل وياه ما ياثر على الاكسبكتد تشينج. فنبي نجمع جنودنا، وانا ماني مخليكم تطلعون حركه انك تحارب وتكسر الكتابلتات، لان شايفين اكثر من مره في الفيديوهات السابقه. تقدموا علينا جيش فلانديا وطالع الجيوش اللي قاعد طاردهم، فانا يعني اتمنى انهم يحاربوننا، بس ان الظاهر انها يعني بيوقفوني خايفين، فما لهم لان ابو داهم قدامهم. بس ان ما نبي نشارك نحارب ويانا ناس، لان افضل ان نحاربهم بجيش ابو داهم الحالة. ليش انت سالته ليش ولا لا قاعد انتظر؟ اوكي ما تبتسلون ماكو مشكله. لان ودي اني اشوف ايش كثر يذبحون الابطال اللي لفلناهم تونا، فراح نعطيهم دليكيت ونبي نشوف شنو يسوون. تعبانين عليهم طول هالوقت، هل يسوون ولا لا؟ فكارسون اوف ذا هيلز راح نعطيه رقم 3 عشان يقود الخياله، ونبي نشوف اذا تشتغل سالفه فولو يور كابتنز، نخلي كل واحد كل كابتن هو اللي يقود المعركه. احتلوا مزهدان مره ثانيه وتلاسوا على جيش ثاني. احنا وصلنا 400 جندي، فنبي ننتظر. الظاهر انه راح نضرب القلعه بعدين راح نرجع، ولا شنو صاير؟ هذول عبالهم بفزع لهم، عبالهم بفزع لهم، قاعد انتظر طول هالوقت الحين عبالك. اسف انسحبوا تفككت جيوشهم، ف قاعد نكسر السور، فما عندي وقت احكم يا شباب. انا اسف بس ان في اولويات، يعني اذا حاربنا هناك راح تاخذون انتم انفلونس، وادري اذا خذيتوا انفلونس راح ترفضون القرارات اللي اسويها، ففي اولويات اهم منكم.
طبعا كسرنا الأسوار المدينة وتأكدنا أن عندنا منجنيق زيادة قبل لا نبلش المعركة، مع أننا ندري أن دائما أفضل الجنود هم اللي يروحون يأخذون المنجنيق. من توقعون راح يأخذ المنجنيق؟ أعطوني أسامي. هل توقعون الكتفراكت، الفيان شامبيون، الماستر آرشرز، ولا البلتاين جارد؟ توقعنا راح تكون الماستر آرشرز والبلتاين جارد اللي هم أقوى كتائب الرومات. فوين المنجنيق؟ ما نبي التريبوشي، نبي المنجنيق الصغير. وين حاطينه؟ شوفوا شباب، تشوفون المنجنيق؟ هذول التريبوشيات الثلاثة. المفروض المنجنيق يعني يكون قدام هناك على اليسار، أتوقع أنه يعني موجود على اليسار على حسب التشكيلة اللي برا. المفروض أنه في النقطة هذه، بس مو ما أشوف شيء هني. حالاته في خريطة تقدر تشوف فيها تقدم الوحدات. فربعنا لا ننسى نعطيهم شيلد وول تشارج. هذا واحد اثنين ثلاث. المنجنيق وينه؟ في أحد يشوفه؟ الله، قلت يا شباب إني ما عاد أشوف. ها؟ يبي لي جزر، عصير جزر. في أحد فيكم ذاق عصير الجزر؟ ما حد؟ عصير جزر مع سبانخ أو فل حديد وشوية زنجبيل بعد، وطعمه مو شيء، بس إنه أنا ما عمري ذقته بعد، وما أعتقد إنه فيه عصير. أوه، ولا أكبر مما توقعت، أكثر مما توقعت. ما بترعك قدامي. لحظة، منو اللي قاعد يحذفني؟ منو اللي قاعد يرميني فيكم؟ أي واحد فيكم؟ ها؟ في أحد قاعد يحذفني؟ في أحد يرمي؟ لا، أوكي. ربعنا ما أدري ليش، يعني ترى في بوابة هني شباب. شباب، في بوابة هني. تعال. شباب، الجهة الثانية. تعال، أنتم الخمسة، تعال، ما عليك، ما أنا وياك، ما أنا. تعالوا هني. نعطيهم ضربة وحوشنا في FPS دروب. ونحذف رمح على الطوفة ونذبح هذول. أوكي، على ما فتحنا المنطقة هذه ربعنا دخلوا من الجهة الثانية. هذه ميزة شكل بموقع واحد. هل أقدر أحذفها فوق درع ذاك وأذبحه؟ أذبح رفيجة؟ ما يصير. نبي ندخل الحين. عطنا على هذا وذبحنا. إيه، ولا كل هذول هاجمين، ما بقى فيكم شيء. خلاص استسلموا. منحاش الحين يا جبان، وينك قبل لا تهجم على ربعي؟ يعني على بنك بطل ميليشيا آرشر. فعطونا ريناون والله وإنفلونس، سلام. يعني الرينون ما له داعي حاليا ويانا. ما انتبهنا على كم ذابحين ربعنا، لان المعركه هذه كانت فيها عدد كبير من الجنود. فابي معركه منطقه مفتوحه عشان نعرف شنو ذابحين في عدد كبير. بس انه راح نفكك الجيش الحين بعد ما احتلينا المدينه، بس عشان يدخلون ربعنا ويحطون سجنائهم. بس انه اعتقد الموقع امن، فنشوف مزهدان يبون بيلي ثور ياخذها مره ثانيه، نعطيها اياه. صارت ماينس 29 لان خسر القلعه اللي طافت، ف احرص عليها هالمره. مثل ما قلت ندخل، صاروا بريزنرز وريكروت، فنعطي بريك ديسباند ارمي وندخل اسمثي. ها، نشوف اول شيء شنو نقدر نفكك. نبي نفكك اشياء فيها تعطي خشب. نبي نفكك اشياء تعطي خشب. في واحد يعطي ثلاثة خشب هني. يا سلام، هذولا راح ينفعونا في ال افا بداحم. فكذا طلعنا خشب عشان نكسر الاشياء الثانية الثمينة. فالحين نقدر نروح على الريفاين ونحط بداحم، بدل نحط اي احد ثاني ونعطيه. وارتفعت صارت 38 وهي اصلا انجينير مو حداده. شيء طيب. الحين نروح حق عد الاشخاص الثانيين مثل
هذه ونشوف إذا نقدر نكسر شيء ثمين مثل هذا. أعطانا حركة حلو، تعلمنا شيء في الحدادة، لأن أدري أننا قاعدين نسوي سوالف في السميثينج زيادة، بس إن يعني لأن الشباب طالبينها لهم فترة فتأخرنا فيها، بس إن يعني أن تصل متأخرا خير من خير من أن لا تصل أبدا. عرفت الأمثلة هذه؟ إيه. عندنا بعد هذا. زين ما تعلمت شيء. طالع 3 سكيل بوينت 2 سكيل بوينت صلت 17 أنا توه داخل ويانا. فزين زين تعلمت شيء. حلو. فما تعور عندنا أحد. أبو داحم طاقته 58 يعني يذبح 1000 تقريبا. ف مو عدد كبير. عبالي ميليدير ايرون بيلي قاعد يسوي له جيش، نسيت ان عندنا قائد اسمه ميليدير. ولوترز شفتوهم؟ زمان ما شفنا لوترز. شو تسوون انتم هني؟ بس والله زياده 20 قاعد يجينا انفلونس. فنكمل نبي نشوف اراضي العدو. فلانديا كان عندها جيش بس ما ادري وينه. ندري انهم قاعد يلعبون في المناطق هذه الشماليه. جاسد هني، لا نبي ناس، نبي ناس عندهم عدد عشان نحسب قوتنا. شلون تعرف قوتك؟ لازم تواجه جيش اكبر منك باضعاف. اسهل طريقه طبعا انها نروح اوه كان الويشان تعال 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 احسن ما وقت تشيلتي ولا هذا بيدخل وياك. لحظه خلينا ننتظرك. ادخل وياه جاسد ادخل وياه. شقيتونا شنو بلي ثور هذا اللي يبي كل الاراضي؟ اعطيتوه دياثمه بعد يا ويلي كذا طلعت من الجيش. تعال لا 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 اذبحه اخسر يعني داش عشان نفزع لك. ها نبي دخلنا معركة ليلية. لا تهجمون. ما بفزعتكم. انا بدخل المعركة الحالي. ايه والله شفتهم؟ لا حلو. فالحين نبي نشوف سالفة تفسد. فوليور سارجنز نبي نشوف ربعنا اللي قاعد نطورهم شنو يقدرون يسوون. نبي نطالع مو الجنود نفسهم لأن الجنود نعرفهم نعرف أداهم، لكن نبي نشوف الكابتنز أول شيء إيش كثر يذبحون. بس كنا ما يستاهلون ترى تعطيهم الخيط والمخيط. نخاف ان نخسر جنود واجد. والله عندنا قسم الخيال القسمين هذا، وعنده الخيال السهام فوق. هذول قاعد يضربون هني يا مسكين. ايش دنا غشة. السلام عليك يا ابو داهم. الروح بالتاني كلان فان كلان وارير 52 111 اوه هذا الخيالة. لا في تقسيمه في شغل. هذول المشاة السهام وينهم؟ زين ها واحد خيالة صاروا جمع الخيل. جمعوا المشاة مع بعض. اوكي جمعوا المشاة مع بعض وخلوهم كلهم جنود. قاعد يتمشى ابو داحم يحدفهم لان صح ان نبي نخليهم يجربون، بس بنفس الوقت ما ابي اخسر جنود. بس والله قاعد يتحرك الكمبيوتر ها، يعني في حركه في تفكير، مو تفكير في خطه. بس ان يعني ليش قاعد ترجعون دام العدو ما راح يهاجم عليكم؟ تعال تضربني انت. لحظة فيان شامبيون هيرو. لا أنا ذبح أنا ذبح. لا تموت تكفى لا تموت. حارس عليه يعني ما بي قص راسه نفس هذولا. شوف هذولا ماتوا فوق يمين، بس هذاك بس تعور يعني. قاعد نخسر خسائر أكثر من اللي توقعتها شباب. أيرون بيلي ذبح له واحد وزاد نقطة في الركض. منو بعد ذبح؟ أنا هايد ذبحت لها واحد. أيرون بيلي ذبح الثاني كفو. وعندنا بعد فيلا ترود ذبحت لها واحد.
يعني عن جندي واحد. أبو داحم ذابح 12، أروى مذابح أحد، كيلا ذابح 2 زادت 1، كارلسون ذابح لا ما ذبح أحد بس قاعد يركض ما أدري ليش، ذبحت 7 كيلا. لا تستاهل كيلا، تستاهل. منو بعد بس إني ذبحت لها 1 يا مسكين، تلقى أردى 1 فيهم ماتت كيلا بس ذبحت 7 حلو. أروى الحين ما ذبحت، كارلسون ذابح له 1، وعندنا طبعا أنا هايد ذبحت 1، أيرون بيلي 5 كفو. ليه هذول الرياجيل؟ منو عندنا بعد؟ بلترود وينها؟ ذابحة 2، أيرون بيلي للحين ما مات غريبة. هذه 7 اللي قلناها، وأروى الحين ما ذبحت شيء. بس يعني نلاحظ أنهم قاموا يدون شوي في المعركة، بس إنه يعني معاشه ماجد الجندي أفضل منه. لو إنك تقدر تعطيهم يعني نقاط وشغل زيادة في اللعبة نفسها، يعني تخلي واحد فيهم كابتن، هذا كابتن المشات، هذا كابتن، يعني في هدف من تمركزهم راح يكون أفضل. بس إنه مثل ما قلنا اللعبة الحين إيرلي أكسس، الحين يعدلون فيها، يمكن إذا فتحوا المودات يعني بنزل فيديو عن أفضل يعني الأشياء المرتقبة اللي جاية باللعبة إن شاء الله عن قريب، وشنو المودات اللي راح تنزل، وشنو شلون راح تكون يعني اللعبة. تتكلم عن آخر التطويرات في اللعبة لأن ساكتين عنها لهم شهر ونص، فودي إني أسوي لي فيديو وراح أتكلم عنه. اليوم راح ينزل معي فيديو أبو داحم إن شاء الله. فهذه المعركة انتهت، لازم ما يصير يعني فيديو أبو داحم بدون لا يموت واحد منهم. لا مو متعودين انتم عليهم شيء. واحد هني ذابح، ما حد انتهت المعركة ذابح اكثر. 6 ذبح بس انه حتى الان كيلا هي اللي بالصدارة. بسنية ذا كفو والله، لا لا بسنية تستاهل بعد نعدل اسلحتها. فانتهت المعركة، خذينا 60 رينام و 40 انفلونس، ف شيء طيب. ما نبي نمس، ما نبي نسوي فيكم شيء، انت مغولية مع بتانيا. فنهدهم كلهم ونشوف شنو الخطوة القادمة. فهذا بعد أيضا بنهده، بس لاحظوا أنهم قدروا يذبحون قادتنا اللي طورناهم، وهذا الشيء اللي كنت بجربه، يعني الشيء الأساسي أن إذا سلحتهم هل يصيرون أبطال، وفعلا صاروا أبطال. فهذا شيء إيجابي خصوصا للناس اللي ودهم بس يلعبون، ودهم ان شخصياتهم ربعهم يمشون وياهم. طالع هذول 9 ترقوا، 9. انت خليك على السي تشيف، فنعطيه نعلق على الكنترول. طبعا اذا عندك بارتي مانجر هذا اللي يعطيك الليسته اللي فوق، تقدر تعلق على الكنترول وتحدد المسار اللي يمشون فيه الكتائب المختلفه الجنود المختلفين، عشان اذا الجنود يطلعون مشات من النوع هذا ولا رمات اسهم من النوع هذا، يسمح لك انك تكون بشكل افضل. فنبي نستمر، نبي نشوف فلانديا، نبي نروح حق فلانديا. تعال خلنا نمر، خلنا نمر قلعة وادرين نشوفها، نحميها. هذا مسوي له جيش، توه مسوي له جيش، قاعد يتجمعون ربعه حوله، مليتير قاعد يسوي يحارب هني. كفو والله يا مليتير. حلو هذول 95 وصلوا. has given birth to a baby. وين البيبي؟ جماير. هذا راح نسميه، وين ما نقدر نسميه حتى، هذا راح نسميه سوجي دونو. ما يصير سوجي على أكثر واحد. يعني إذا شفتوا أي فيديو لأبو داحم في الفترة الماضية راح تلاحظون أن في واحد يكتب بالثواني على كل ثانية على الفيديو يكتب لك. أنا يعني هذا بنسميه سوجي، ويعني لازم واحد يسميه قصي أكيد، بس إنه يعني تلقى بكل فيديو إنه حاط شغلة، نتكلم عن شغلة، فعشان كذي لازم نعطيه، لازم يعني نحط له يعني تذكار في الفيديو نفسه. فنبي ندخل على 421 هذولا
الجنود بس ما أدري إيش قاعد يبارونا، مو قاعد يحاربونا، أتوقع إنهم خايفين منه. حلو، مرة ثانية نجرب خريطة ثانية، أتوقع إنها راح تكون خريطة جسر لأن قراب عن جسر. إنه قدرة الجنود المنكوبين في الشارج، ما نبي نعقدهم لأنهم مجرد 421 جندي، نقدر نذبحهم كلهم بدون لا نخسر جنود، بس إننا بنعطيهم شارج نبي نشوف القادة اللي عندنا شنو يذبحون وشنو قدرتهم. ويبقى يعني أبو داحم موجود في المعركة، فحتى لو يعني يموتون كل جنودنا كلهم 400 بس اللي هو يعني تقدر تضغط ريتريت بأي وقت تنسحب. أهم شيء إنه يكون أبو داحم عايش. وهذول شنو قاعد يتقدمون كنا؟ هذه طوفة ما ودك تدعمها، شجرة مو طوفة. والله دروعهم حاطينها ها، شوف البطل هذاك، هذاك كارسون اوف ذا هيلز، لأنه يموت بسرعة دائما. شي وولف ذبحت لها واحد بعد بسرعة، والله كفو يا شي وولف. الشي وولف هم المحاربين، عشان اللي ما يعرف أعلى المحاربين هي وحدة منهم، لهالسبب يعني مو غريب أنها تذبح قادة، تذبح جنود بسرعة، بس أن الثانيين يعني أتوقع أنهم مو بعيدين عنها من ناحية القتال، فأتوقع أنهم يقدرون يذبحون زيادة بعد. فأبو داحم يعني طالع اشتغل عليهم بتحذيف الرماح، يعني نذبح لنا مجموعة ونشوف شنو ربعنا يسوون أول ما يوصلهم. خيالة السهام وينهم؟ أربعة، المفروض أنهم قاعد يفترون، إيه قاعد يفترون، ثلاثة قاعد يفترون أيضا. فهذه المعركة العادية، الشارج العادي. قبل كان الشارج قوي حيل، بس إنه ضعفوهم فترة بسبب إن العالم بس يعطون شارج، يعني ما في تكتيك ولا شيء، وغيروا التشكيل وعدلوا قوة الكمبيوتر ضد الشارج العادي، لأن الكمبيوتر يسوي حركات واجد. إذا شفتوها قبل شوية يوم عطينا الكمبيوتر القيادة، تحرك حركات واجد ما لها داعي، يعني كان يقدر يضرب بس إنه انسحب ووخر بدل لا يذبح ذبح عادي. بس إني وصلت 114 في الميديسن، حلو شيء طيب. وعندك يعني كم باقي لهم؟ ثلاث جنود. منو اللي ذبح أكثر واحد؟ آيرون بيلي ذبح له واحد بس، أنا هايد ما ذبحت. أفا وين فيلترود؟ ما ذبحت أحد. أروى ما ذبحت أحد. شي وولف ذبحت واحد ومات وماتت. كارسن ذبح له ثلاثة ومات. وين فاسينيا؟ فاسينيا ذبحت اثنين، أحسن واحدة فاسينيا ذبحت اثنين وتزادت بالعلاج. ف يعني ما كأنها تسوى إنك يعني إنك تسلحهم بسعر غالي، بسعر خيالي، وبآخر شيء ما يأدون الغرض. يعني أنا أتوقع إنهم يذبحون كثر أبو داحم على الأقل يعني في المعركة. أبو داحم يقدر يذبح 40 في المعركة إذا ركزنا على الذبح بس بدال القيادة. ف يعني مو الحيول انهم كانوا مصابين ولا شيء، متعورين فما قدروا يلعبونها صح، بس ممكن تكون افضل شيء ان اثناء الحصار يكونون افضل. ممكن هذول 403، فاللي بسويها انا اني بطاردهم لين يرجعون، لين يجيهم. اوه هم هاجموني، شافوا 605 هاجموني ولا شنو، قاعد يقول بطاردكم ماني ذابحكم، أبى أخلي أحد ثاني يذبحكم. أوكي هذا زائد خمسة بارتي سايز، ما راح أخذها الحين لأن ما أدري إذا كانت شغالة ولا لا، فبعد المعركة إن شاء الله راح نأخذها بس عشان نتأكد إذا كان. فشنو هذه مرة ثانية؟ طلعت مو شايل الميزة، ما عليه مرة ترى تنح أنا، يعني في كل الناس تجيهم حالات مرات انهم ما يستوعبون شنو اللي قاعد يصير حولهم، فهذا شيء طبيعي يعني ترى ردت كلنا ناس يعني يعني عذرة. أربعة جارج، ثلاثة وستة، أربعة بعد وستة، بس اثنين تعالوا هني، بس هذا اللي أهم شيء، أنتم بعد وستة. ارموهم، اشتغلوا عليهم، نبيكم تذبحونهم بسرعة.
واحد بينهم كانوا جايين. ف هذول 400 يعني اللي ضدنا. نبي نشوف اذا اتوقع ان ربعنا راح يموتون بسرعه. من اللي مات؟ مملوك كافلري اخ كبيره والله. ميلادير ذابحها واحد كفو. بلترود ذابحت لها واحد. ايه هذول الابطال. بس اني ما ذبحت احد الحين ولا هذولاك ما دخلوا المعركه يعني تلاحظون، لان يعني طاقتهم كانت ضعيفه. فالحين بندخل عاد ونبنذبح كثر ما نقدر عشان يعني بس انه نمنع يعني المعركه ما راح تكون واضحه لل يا حبيبي. ايش رايكم بالحذفه بس على عيسور بس عشان يعني ننهي المجموعه من الاعداء اللي هاجمين علينا. يعني هذول ما ادري ايش حاطين دروع كان من الضربه تحوشهم. هذول انسحبوا بس هذا فاصل علي. ليش يعني انتهت المعركه ذوي الغطاب بس انا اوريكم انا اوريكم الموت كلكم ولي انا بعد انسحاب. جميع القوات شارج. شنو انا منزل المود اللي ينحاشون بذكاء ولا غيروه؟ ترى يغيرون اشياء في اللعبه والله. يعني طالعنا الفيكتوري بس انه للحين تقدر، لان مثل ما قلت انا ما لعبت في ال 1.4.1 كل لعبي على 1.4.2 في التحديث الاخير اللي ما عجبني حيل. في ليش تسرق الذبحه؟ اخ حلو فذبحناهم. شوف ابو داحم كم ذابح وانا ابو داحم. دور ارقام واجد تلقى ابو داحم 28. ربعنا الثانيين ذابح 6. ف يعني في اداء في اداء. لا تنسون يعني واحدهم فالباقيين عدد يكون وياهم. مو شيء يعني شين مره واحده، مو اللي ما تبيه مره يعني كلش ما تبيه. يذبحوا لك وياك بس حساف ان معاشاتهم غالي. يعني من يدير كم ياخذ؟ 42 دينار على ايرون بيلي. ف هذه المساله اللي الحين خلينا نشوف جيشنا. عدد البارتي مالنا 350 حلو الماكس هذا اللي تكلمت عنه قبل. هذا نبي نشوف هل تشتغل ميزه ولا لا. 350 عندنا، 3200 بس على التطويرات ولا. فالمفروض انه يصير البارتي سايز 255. فانضغطناه نلاحظ انه ما زاد حتى مع الميزه هذه. فيعني تقدر تشوف انه في بعض الميزات موجوده بس انها ما تشتغل. يعني زيدونا البارتي سايز خلونا اياه زياده. بس ممكن انها شغاله مع احد ثاني بس ليش حاطينها يعني حق ابو داحم اذا تشتغل عند واحد ثاني. على العموم هذه النقطه اللي كنا بنسويها، نبي نجرب الاسلحه المختلفه، نبي نشوف شنو نسوي. نبي ناخذ سيونون ان شاء الله، ناوي ياخذ بتانيا، وان شاء الله الحلقه الجايه راح نشوف الحرب اللي عند قلعه وادرين ونبي نوصلها حق المدن الثانيه. فنبي ندخل الحين المدينه الاخيره ونشوف التريد اللي ونشوف التريد عندهم شيء يسوى ولا لا. عندهم هذا يسوى ب 37,000 بس. فهذه النقطة اللي راح نوقف فيها الفيديو. حبيت ان نسوي لنا فيديو جروب المنكوبين هذول اللي من بداية اللعبة ناخذهم ندزهم بارتيز يموتون ندزهم بارتي مرة ثانية لأن ببلاش فكثر منه. فأرسلناهم بارتيات واجد وماتوا، عرفنا الحين ليش كانوا يموتون لأن ما كنا حارصين عليهم مثل ما هو المفروض. فهذه النقطة اللي بنوقف فيها الفيديو. أشكركم شباب على المتابعة، إن شاء الله أنكم استمتعتوا في هذا الفيديو اللي قاعد نجرب فيه أكثر من شغلة. إن شاء الله نشوفكم فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.